على الهدف. لقد استولينا على الهدف دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حياكم الله، كيف الحال؟ ايش اخباركم؟ طيبين؟ اخوكم بجواهر زمانه، يا هلا والله وغلا، اوه اخوكم عبد الله. يلا نتحييهم جميعا، كيف الحال؟ ايش اخباركم؟ طيبين ان شاء الله مرتاحين. فيديو من لعبة باتلفيلد 1، بما انها لعبة جديدة، بمعنى اخر شهرين انا لابس فيها. ما نزلت شيء الا فيديوين او ثلاث فيديوهات، فلازم اعطيها حقها من الجيم بليات اللي بنزلها ان شاء الله. اللي حاب اتكلم عنها، اعلنت الكترونيك ارت ميدل ايست، الشركه المسؤوله عن العاب باتلفيلد، توفير ان شاء الله بشيت الله سيرفرات خاصه اتوقع لجميع المنصات للعبة باتلفيلد 1. الخبر هذا من يومين، مو امس، قبل امس، والمفروض الشيء هذا من زمان صاير، لكن ان تصل متاخرا خيرا من ان لا تصل. يعني كانت في محاولات من شباب، خلنا نقول سعودي نت ذاك الوقت، الاخ جوبا والاخ احمد اكس بي اس وشباب باتلفيلد 2، اللي كلام هذا قبل ثمان سنين تقريبا او حدودها، كانوا يحاولون توفير سيرفرات في ذاك الوقت بالسعوديه او بالرياض او اي مكان، بجده، في اي مكان، يعني بحيث ان الواحد يستمتع بالبينجو، يستمتع بالاتصال كويس يعني. لكن خلنا نقول له جميع المحاولات باءت بالفشل، حتى من ضمن المحاولات الاخ احمد اكس بي اس ذاك الوقت مسافر للسويد وراح لمقر الشركه، الكلام هذا في ذاك الزمن، في ذاك الوقت قبل تقريبا 8 سنوات او حدوده، عشان بس يكلمهم بتوفير سيرفرات او داتا سنتر بالسعوديه، ورفضوا، قالوا لا. الآن الحمد لله فكت الأزمة، نقول إن شاء الله أنها تيسر الأمور إن شاء الله، ونحصل إن شاء الله جميع الألعاب Call of Duty على داتا سنتر تكون مخصصة هنا بالسعودية. أول شيء أنتم لو رجعتوا للخبر يقول لك في الشرق الأوسط، معناها أن السعودية للآن، أنا أتوقع الله أعلى وأعلم، داتا سنتر يعني مخصصة فرضا للألعاب وتأجير وزي كذا ما في عندنا بالضبط. أنا أتوقع أنه ممكن كبداية يروحون الإمارات، يروحون الكويت، ممكن خلنا نقول مصر، وما أدري عادي مصر هل بيكون فيها أو لا، لكن خطوة كويسة. أنا بالنسبة لي إذا هي على داتا سنتر الخاصة بالاتصالات السعودية، أنا أقول اتصالات سعودية مستحيل، أو خلنا نقول سيئة جدا جدا في مجال دعم الألعاب، أو خلنا نقول توفير أجمل وأفضل وأقوى سيرفرات للألعاب، لأنه من زمان كان الأخ خالد عزبة كان في محاولات تصنعهم حتى انهم يطورون سيرفراتهم، لكنهم كانوا رافضين، او معنى مرافضين مستكثرين تطوير السيرفرات على اللعيبه
العرب أو السعوديين عامة يعني. وغير كذا أصلا السيسي يعني في أسوأ حالته. أنا أقول الآن والله أنه في أسوأ حالته يعني. أنا قبل يومين انفصل علي الخط التلفون الفايبر يومين، والله ما أدري شو السبب. فكلمت الدعم الفني ولا وجو تقريبا ثالث يوم، ويوم جو قال الفني انه في احد شركات المقاوله جو ركبوا خط واحد من جيراني، والفني البهيمه الله يكرمكم راح فصل البورت حقي. يوم جينا ما في قطع ولا في شيء، بس البورت مفصول وما كذا يعني طايح الدودل كذا، ما ادري يعني وش السالفة. يومين والله محرومين قسم بالله، يعني لا لعب ولا اخبار ولا تويتر ولا يعني هذه مشاكل السيسي يعني، ما في احترافية اصلا في الموضوع كله. وبعدين الحملات الان اللي صاير على السيسي والله شوي فيها. انا والله قاعد اراجع او خلني مراجع، دخلت على موقع فيفا في الكويت، فيفا اللي هو استثمار شركة الاتصالات السعودية مع مستثمرين كويتيين، يعني في الاول والاخير خلنا نقول شركة سعودية. تخيل 1 تيرا في 60 يوم 10 دينار، خلنا نقول اضربه في 15 نقول 180 190 ريال 1 تيرا. ولا وش اسمه 700 لا 500 جيجا النصف اللي هو 5 دينار يا بلاش. وانت هنا ليمت محدود، مشغلينك في الليمت المحدود هذا، مالك الا 90 جيجا في كل يوم، وبعدها يرجع خطك، تخيل اللي خطك 200 ميجا يرجع الى نص. انا يوصل عندي والله نص ميجا يا حول. والمشكله وش احمل؟ والله اني احمل العاب يعني. بعض مرات انه اشتاق فرضا لعبه قديمه في ستيم وانا حاذفها، فابدا احملها من جديد واحمل لعبه ثانيه شوي، الا خلاص يا رجال. شو اسمه كول اوف ديوتي الجديده هذه مع كول اوف ديوتي 4 ريماستر حجمها 70 جيجا اتوقع، الظاهر ما ادري كم، يعني تحملها هي وتحمل معها لعبة ثانية خلاص اليوم اقعد بدون نت. مشكلة داتا سنتر. لو انا ودي فرضا سيبيريا خلاص تختص بالالعاب، تقول خلاص يعني بوفر لكم العاب من جميع منصات البي سي، منصات الاكس بوكس، منصات البلاي ستيشن، منصة واحدة. ودي والله انها تمسك الموضوع هذا خلاص، يعني اخر شيء نعرف ونقول اتصلنا والله ما عندنا لسيبيريا، ولا نبي بعد سيبيريا، لا نبي شركة ثانية، لان سيبيريا لو صارت بالحالها تستفيد بالسوق وتقدر تشغل كالان برفع الاسعار، لا نبي شركتين وثلاث، هذه تنزل من هنا وهذه تنزل من هنا، وإن المستفيدين كعملاء. يعني أنا عندي هذه نظرة استثمارية. يعطيكم العافية. حبيت بس إني أتكلم عن الخبر هذا، ترى الخبر هذا حلو جدا يعني. ترى الشباب اللي ساكن برا أو خلنا نقول اللي ساكن في أوروبا ولا ساكن في مناطق اللي الآن مو متوفر فيها السيرفرات، يمكن ما يحس باللي نحسبه إلا أنه يعني. أنا والله كنت اتنقل من شقه لشقه عشان الفايبر، والله من شقه لشقه واضطر على غلاء بعض الشقق والله عشان الفايبر، لاني انا جربت الدي اس ال العادي وجربت كنت العب على اتصال 3G، والله 3G ايام كومبات ارمز 3G، والوالد يدخل علي يقول يا هذاك ابوك تلعب. عاد ذاك الوقت كنت اسوي؟ كان هذا قبل 6 سنين او 7 سنين تقريبا. يا عاد الواحد يسع صدره. يعطيكم العافية، أخوكم عبد الله أو أبو جواهر، السلام عليكم.